بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا النهاردة إن شاء الله سبحانه وتعالى مسألة من مسائل القدرات، من المسائل الجميلة جدا. طبعا في منها في الفيزياء، وطبعا طبعا في تخصص الرياضيات، طبعا موجود منها في الرياضيات. تعال نشوف المسألة ديت ونشوف حلها إزاي. سيارة تمشي بسرعة 60 كيلومتر في الساعة، وبعدها بنصف ساعة تحركت سيارة أخرى بسرعة 80 كيلومتر في الساعة، فمتى تلتقي السيارتان؟ يبقى أنا عندي سيارتين، السيارة الأولى سرعتها 60 كيلومتر في الساعة، وبعدها بنص ساعة في سيارة تانية اتحركت سرعتها 80 كيلومتر في الساعة. إمتى السيارتين دول ما تلتقوا؟ إمتى؟ بعد زمن قد إيه؟ فمتى تلتقي السيارتان؟ يعني بيسأل عن الزمن، بعد قد إيه؟ بعد كام؟ تعالى نشوف بنحل إزاي المسألة دي. طبعا لو أنت جيت بصيت على المسألة، عندك سرعتين، سيارة السرعة الأولى وسرعة السيارة الثانية. هتفرض ان السرعة الاولى ديت اللي هي عين واحد كان بتساوي 60 كيلومتر في كام؟ في الساعة. عندك سيارة تانية سرعتها كام؟ السيارة التانية اللي مثلا فضلها عين اتنين، السرعة التانية بتساوي 80 كيلومتر في الساعة. حلو، بقول لك بعدها بنص ساعة، اللي بعدها بنصف ساعة ده وسميه اللي هو الفارق الزمني، بيساوي كام؟ بيساوي نص. اوكي، نص ساعة. في قانون جميل جدا، هو التركة او هو الخدعة بتاع المسألة. القانون ده بيقول لك ايه؟ لو انت عاوز تجيب متى تلتقي السيارتان او زمن الالتحاق، بتعمل ايه بقى؟ بتقوم قايل كده زمن الالتحاق معا، هو ده القانون، بيساوي السرعة الأولى في الفارق الزمني على ايه؟ على عين اتنين ناقص عين واحد. طبعا انت عارف ان عين واحد اللي هي السرعة الأولى، عين اتنين اللي هي السرعة الثانية. ابدأ عوض حضرتك بقى. طبعا لو انت جيت بصيت على الوحدات كلها زي بعض، كيلومتر كيلومتر، ساعة ساعة، لازم تاخد بالك من الحتة دي. اوكي، نبدأ بقى ايه نعوض. عين واحد 60، الفارق الزمني كام؟ الفارق الزمني نص، يبقى 60 في نص على كام؟ على عين اتنين ناقص عين واحد اللي هو 80 ناقص 60. بصت بقى حضرتك يساوي طبعا 80 ناقص 60 20، 60 في نص 30، طير صفر من هنا مع صفر من هنا، يبقى 3 على 2 بقى كام؟ عندك الزمن هنا بالساعات، يبقى يلتقيان بعد ساعة ونصف. يبقى ده هو زمن بعد ساعة ونص السيارتين يلتقوا معا. يبقى ما عليك إلا هو حفظ هذا القانون اللي لما يجي يقول لك زمن الالتحاق. أوكي، إذا عجبك هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.